خليني اقول لك برضو، يعني احنا في الاول والاخر بنحب كره القدم وبنتفرج عليها وبنشجعها ومتابعينها ومتابعين اخبارها. يعني بتهيألي برضو يعني افريقيا لما تبقى انت رقم واحد والتاني عالميا حتى في كره اليد، هيديك انت بتلعب في النادي الاهلي هتلاقي العالم كله عارف مين النادي الاهلي. بص يعني النادي الاهلي مش محتاج كلام في يعني بجد، اللي بيلعب في النادي الاهلي بيحس بالفخر ده. انت صحيح. انت في النادي الاهلي انت حاسس ان انت في حاجه مختلفه خالص عن اي نادي تاني، واللاعب في النادي جوه هيبقى حاسس الموضوع ده، غير اللي بره بيبقى يقول انت ده كلام مش عارف ايه، لكن اللي بيدخل جوه بيحس ان الموضوع مختلف خالص، احترافيه عاليه يعني للدرجه الاولى. حتى لما تطلع كاس عالم يحطوا قدام اسمك النادي اللي بتلعب فيه، بيحطوا النادي الاهلي، النادي كل مصر يعني مش مصر، العالم كله عارفه بالظبط، لانه يعني كوره ادت اسم كبير جدا للنادي الاهلي طبعا. خلاص.